يا جماعة، حابب أوريكم بس حاجة حلوة كده في مطار زيورخ. تمام، مطار هنا أوسع بكتير من المطارات اللي موجودة في أمريكا، كان أكبر من مطار نيويورك كمان. بس في حاجة هنا عجبتني جدا، يمكن مش موجودة أصلا في مطارات كتير في أمريكا، موضوع الواي فاي هنا يا جماعة. لو أنت حوجت الواي فاي وعايز تعمل واي فاي وما معكش مثلا داتا أو كده، بتاخد التيكت بتاعك وتعمل له اسكان في المكان ده، هيطلع لك باسورد طب انت حاطه في الويب سايت ويشتغل معاك زي ما انتم شايفين كده. هيطلع لك الباسورد، تحط الباسورد ده موجود عندك في الويب سايت ويشتغل معاك انترنت واي فاي في اي وقت.